من ألذ وأبسط وأسهل الأفكار اللي ممكن تعملوا بيها دريسنج في أوضة النوم وفي مساحة مش كبيرة. كل اللي هتحتاجوه بارتيشن بس يكون فاصل ما بين السرير والدولاب اللي ورا بأي خامة أو تصميم انتوا حابينه وتكون لايقة مع ديكور الغرفة. هقول لكم على أقل مقاس ممكن تنفذوها فيه وهوري لكم في آخر الفيديو كمان أفكار كتير. هناخد المقاسات من جوه لناحيتنا. بصوا، الجزء اللي ورا بتاع الدريسنج أو الدولاب ده بيكون عمقه 60 سنتي. المساحة اللي هتقفوا أو تتحركوا فيها قدامه على الأقل من 120 ل 150، دي هتاخد فردين يتحركوا فيها، بس لو الدنيا مزنقة معاكم ممكن متر يمشي بس فرد واحد بس هو اللي هيتحرك فيها. البارتيشن اللي قدامه ده سمكه 5 سنتي ل 10 سنتي. السرير نفسه بقى هياخد 2 متر. المفروض قدام السرير لو فيه أثاث جنبه يعني الناحية التانية على الأقل برضه يكون قدامه متر. إذن إحنا عندنا الطول المفروض يكون على الأقل 60 للدولاب، 120 قدامه، 5 سنتي أو 10 سنتي بارتيشن، 2 متر للسرير ومتر قدام السرير، يعني تقريباً 5 متر ده الطول. طبعاً لو أكتر من كده هيبقى زي الفل. العرض بقى ممكن 4 متر، هيبقى شغال معاه وكويس جداً. وبس كده، سبسكرايب بقى لأفكار أكتر عن الديكور وسيبكم مع شوية أفكار متنفذة بنفس الفكرة.